صباح المشرق لمتابعينا الأعزاء. طبعا هذا يمكن أول فيديو أنزله أنا على الصفحة، وحبيت أخبر الكل اللي مو مشترك معنا، اللي يشوف هالفيديو يحب يشترك، يا ريت لو يشترك معنا لحتى يتابع أخبار العصافير، الكوكتيل أو الكروانات. طبعا اليوم رح نحكي شوي عن أهمية التشميس ووضع الطيور تحت الشمس. الطيور تتطلب دائما، إذا أنت متربي الطيور ضمن غرف أو ضمن محلات مغلقة، أن تتعرض للشمس أقل شيء أسبوعيا مرة واحدة لمدة ساعة أو نصف ساعة. هذا الموضوع مهم جدا لإعطاء الطاقة والفيتامينات الضرورية للطيور. طبعا هذا الموضوع للطيور جميعا وليس لطيور الكوكتيل فقط، وأن هذا الموضوع مهم جدا لأنه يتكون داخل جسم الطائر فيتامين دال، وفيتامين دال معروف عنه أنه مقوي للمناعة ومقوي للطائر بشكل عام، ويساعد الطائر على مقاومة الأمراض، وهو مهم جدا. طبعا الشمس كمان مهمة لطرد وقتل أي حشرات موجودة في قفص الطائر أو في بين الريش الطائر. طبعا يفضل أن نضع للطائر آنية للاستحمام ولكي ينظف جسمه وينظف ريشه، وإن لم يكن موجود نستطيع أن نستخدم البخاخة العادية للماء ونرش الطيور بهذا الشكل مثل ما عم نشوف. طبعا نخلي شوي المسافة بعيدة لحتى ما يتبلل الطائر بشكل كبير. شايفين فرحة الطائر بالبخ الماء؟ الماء كتير ضروري ينظف الجسم. وطبعا لازم، لكن شيء مهم كتير انه نحن نعرف انه لازم يكون الطائر بعد الاستحمام او بعد البخ بالماء وضعه بالشمس لتنشيف نفسه. اتمنى لكم انه تكونوا استمتعتوا بهالحلقة البسيطة. ادعوكم للاشتراك ودعم الصفحة اكثر لنقدم دائما كل شيء جديد. اترك الان شيء دقيقة مع الطيور وأتمنى التوفيق للجميع.